جزء من جسمك يؤلمك عند إصابتك بالإنفلونزا. الحنجرة. شيء يوتر الناس عند موعدهم الأول. الكلام. رجل تنسبين إليه. الأب. لعبة شعبية يصعب على الكبار ممارستها. الشطرنج. شيء يمكنك أن ترين من خلاله. العين. شكراً. شكراً جزيلاً. 5 أسئلة، خلي نشوف إجاباتك. تفضلي. خمس أسئلة سألتك إياها دكتورة مريم وجاوبتي قبل انتهاء الوقت، ولكن أريد نشوف الدرجات اللي حصلتيها على الإجابات. السؤال الأول كان: جزء من جسمك يؤلمك عند إصابتك بالإنفلونزا. قلتي الحنجرة. الحنجرة. والحنجرة نعم. طبعاً طبعاً اختصار. أوكي. السؤال الثاني: شيء يوتر الناس عند موعدهم الأول. قلتي الكلام. الكلام. والكلام صح أيضا، احتمال قوي 20 نقطة. السؤال الثالث: رجل تنسبين إليه. الأب. الأب. والأب. الأب نعم. احتمال قوي 32 نقطة. برافو. السؤال الرابع: لعبة شعبية يصعب على الكبار ممارستها. الشطرنج. قلتي الشطرنج. وطبعا الشطرنج خطأ، لأنه ليش يصعب على الكبار ممارسته؟ يحتاج لتركيز يعني. لا لا بالعكس، أنا بعدين أقول ما أقول لعبة رياضية أو لعبة ذهنية، لعبة شعبية يصعب على الكبار ممارستها. السؤال الخامس: شيء يمكنك أن ترين من خلاله. العين. العين. والعين. العين جواب رائع. طبعاً 31 نقطة، 113 نقطة أمام شو اسمها؟ نادين. نادين إيش قد؟ 87 نقطة. 87 نقطة. ممتاز ورائع.